رحيم والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدني عمرو وادي ان اكون معكم في اللقاء السابع من مادة القانون الجنائي مع التعمق باستاذنا الدكتور اشرف توفيق شمس الدين، المقرر الدراسي الدليل الجنائي الالكتروني، دراسة مقارنة. والنهارده زي ما احنا عارفين اللقاء خاص بأسئلة الصح والغلط، عشان نراجع على الجزء الباب الخاص بالباب الثالث زي ما احنا عارفين، اللي هو التتبع للأجهزة الرقمية والهاتف المحمول زي ما احنا قلنا. وهنراجع على تتبع أماكن الأجهزة الإلكترونية عامة في القانون المصري والقانون الأمريكي والقانون الألماني. وزي ما احنا عارفين كده، السؤال الأول بيقول: تسمح نصوص قانون الإجراءات الجنائية الألماني تفتيش الهاتف المحمول كأصل القبض؟ هبدأ السؤال بالدكتور محمد العاصي. اتفضل دكتور محمد. تسمح نصوص قانون الاجراءات الجنائيه الالماني تفتيش الهاتف المحمول كأثر القبض؟ هي العباره خاطئه. نصوص قانون الاجراءات الجنائيه الالماني ما بيسمحش بتفتيش الاجهزه الالكترونيه الا بصدور امر او اذن قضائي تفتيشها. برافو عليك، ممتاز جدا دكتور محمد، شكرا جزيلا. نشوف بقى النموذج الاجابه بالنسبه لل، طبعا زي ما حضرتك قلت فعلا ان نصوص القانون الاجراءات الجنائيه لا تسمح بتفتيش الاجهزه الالكترونيه الموجوده بحاله المتهم الا اذا صدر امر القاضي بتفتيشها، على اساس برضه ان الاشياء اللي بتكون في حيز في حيز المتهم ذات نفسها زي الهاتف المحمول زي ما احنا قلنا، ما بتتوفر لها اهميه كدليل في التحقيق ذات نفسه في الاثبات الجنائي يعني، وان يجب ضبطها والتحفظ عليها، لابد ان يصدر امر بالتحفظ من المحكمه زي ما احنا قلنا قبل كده. غير انه في الحالات العاجله طبعا يجوز اصداره من النيابه العامه، لان احنا بنتكلم هنا عن القانون الالماني، فيجوز النيابه العامه ان يجوز لها ان تستصدر الامر ب او الحصول على تأييد من المحكمة بناء على إجراء التحفظ خلال 3 أيام متتالية للإجراء اللي تم اتخاذه يعني. تمام، زي ما احنا قلنا قبل كده ان النيابه العامه او رجال الضبط اللي بيساعدوها يعني بيكون لهم سلطه التحقيق الابتدائي، وفي بعض الحالات بيجوز لهم ان هم يطلبوا من قاضي التحقيق ان هو يقوم بالتحقيق في وقائع او وقائع معينه يعني، بناء على في الحاله دي بيسمى قاضي التحقيق مدعي الضروره يعني. دي برضو حط كده على سبيل الايه المثال عشان الناس تعرفها، ان يجوز للنيابه العامه على سبيل الاستثناء ان هي بتستعين من قاضي التحقيق والتحقيق في بعض القضايا على اساس استثنائي يعني، مش قاعده اساسيه. تمام، هنشوف بقى السؤال الثاني اللي بيقول: انشأ قضاء المحكمه العليا الامريكيه قيضا يحول دون تطبيق قاعدة جواز التفتيش التالي للقانون. تمام؟ السؤال دوت هنقوله للدكتور أحمد. دكتور أحمد اتفضل يا فندم. دكتور أحمد نجم. دكتور أحمد حضرتك سامعني؟ السلام عليكم يا دكتور، معلش انا سامح حضرتك بس استثنوني، بس انا يعني حاضر الجلسه دي كده حضور استماع بس. تشرف فندم. تمام، طيب الدكتور حمدي. السؤال يا دكتور عمرو بعد اذنك. السؤال بيقول: انشا قضاء المحكمه العليا الامريكيه قيضا يحول دون تطبيق قاعده جواز التفتيش التالي للقبض. اجازه المحكمه العليا الامريكيه؟ ايوه فندم. أنشأ قضاء المحكمة العليا الأمريكية قيضا يحول دون تطبيق قاعدة جواز التفتيش التالي للقاضي. هي القاعدة الأساسية هي مبدأ التناسب والسبب المحتمل يعني. ده في القانون الأمريكي، المحكمة العليا الأمريكية دكتور حمد. طب جاوب لي أنت يا دكتور عمرو عشان أنا برضو. طب العبارة صح ولا غلط أولا؟ العبارة صحيح. تمام يا فندم، العبارة صحيحة فعلا، على أساس المحكمة العليا قررت إن الهاتف المحمول بيختلف برضه على أساس إن بيبقى عليه كمية من البيانات ونوعها عن غيره من الأشياء المادية، على أساس طبعا في عندنا الأشياء المادية والهاتف المحمول، بتختلف الهاتف المحمول عن الأشياء المادية اللي بحوزة الشخص ذات نفسه، تمام؟ على أساس قدرتها التخزينية للهاتف المحمول، وبيكون لها أثر على الحق في الخصوصية زي ما حضرتك عارف، على أساس إن الهاتف بيجمع برضه في مكان واحد أنواع مختلفة من إيه؟ من المعلومات زي العناوين والملاحظات والوصفات الطبية وإفادات البنوك وتسجيلات الفيديوهات زي ما حضرتك عارف، تمام؟
زي ما حضرتك شايف كده، دي الاجابه النموذجيه للسؤال يعني، اللي هو بيقول انشاء قضاء المحكمه العليا قائدا يحول دون تطبيق قاعده جواز التفتيش التالي للقاضي. تمام. السؤال الثالث بقى بيقول، يعني هو السؤال بس بصيغه مختلفه شويه، اقام قضاء المحكمه العليا تفرقه بين تفتيش الهواتف وغيرها من الاشياء الماديه. هو نفس السؤال بس بصيغه ثانيه دكتور حمد، تقدر تجاوب عليه؟ تمام مظبوط. اتفضل يا فندم. هو نفس السؤال بس بصيغه يا ثانيه. دكتور عمرو. معلش، هو نفس السؤال بس بصيغه ثانيه. اقام قضاء المحكمه العليا الامريكيه تفرقه بين تفتيش الهاتف المحمول وغيره من الاشياء الماديه. طبعا الاجابه صحيحه لنفس الاسباب اللي حضرتك ذكرتها، ان الهاتف المحمول يشمل بيانات شخصيه واشياء تمس خصوصيه الشخص يعني، فلا يجوز اطلاقها يعني، لكن في حالات معينه برضه يجوز تفتيشها. تمام يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حمد. السؤال بقى الرابع بيقول، اوجب الشارع الالماني ان يكون هناك صله بين التفتيش والجريمه التي يجري تحقيقها. هو كان نفس السؤال ده نديه للدكتور ايهاب الصراحه، بس هو مش موجود معانا، فالسؤال هنديه للدكتور امان. اتفضلي يا دكتور امان. السؤال بيقول، اوجب الشارع الالماني ان يكون هناك صله بين التفتيش والجريمه التي يجري تحقيقها. العباره صحيحه. تمام يا فندم، تعليل بقى. لان يجب ان يكون هناك صله بين التفتيش وبين الجريمه، لان قانون الاجراءات الجنائيه يجب على ذلك. ويجب ان يكون ان يعني من التفتيش بيتم العثور على دليل يتعلق بالجريمه او بجريمه اخرى. ممتاز ممتاز. او بجريمه اخرى. ممتاز جدا، شكرا يا دكتور امان. زي ما حضرتك قلت فعلا ان المشرع الالماني اوجب برضه ان يكون هناك صله بين التفتيش والجريمه اللي بيجري التحقيق من اجلها، طبعا على اساس برضه قانون الاضباط الجنائي الالماني كان بيجب ان يكون هناك التفتيش للغرض اللي تم القبض على الشخص من خلاله، على اساس بقى ان من المحتمل ان يؤدي التفتيش للعثور على دليل يتعلق بجريمه اخرى ارتكبت بالفعل، وبيجب في الحاله دي اختيار النيابه العامه فورا، زي ما احنا قلنا اللي هي الجريمه اللي بيلاحظها مثلا بطريقه او وجدت بطريقه عرضيه. تمام؟ فيجب في الحاله دي على الشخص مجري الاجراء التفتيش يعني ان هو يقوم باختيار النيابه العامه فورا. شكرا جزيلا دكتور أمان. السؤال الخامس بقى بيقول، لا يشترط في القانون الالماني توفر صله بين التفتيش الهاتف المحمول وبين الجريمه التي صدر امر القبض فيها. الدكتور محمد العاصي. هو العباره الخاطئه يا دكتور عمرو، هو بيشترط فعلا يكون في توفر صله، لان الاجراءات التحفظ على الاجهزه الالكترونيه في القانون الالماني تخضع لمبدا التماثل. هو ده مبدا دستوري اصلا بيسود كافه الاجراءات الجنائيه في القانون الالماني. ممتاز جدا، شكرا جزيلا يا دكتور محمد. معلش برضو هنشوف النموذج الاجابه الصحيحه للسؤال دوت، بس حضرتك الاجابه الصحيحه طبعا ممتازه جدا وفعاله، شكرا حضرتك جدا. شوف بس النموذج بتاع الاجابه اهو، النموذج بتاع الاجابه بيقول طبعا ان بتخضع اجراءات التحفظ على الاجراءات الالكترونيه وفحصها لمبدا التناسب، وده مبدا الدستور طبعا بيسوق كافه الاجراءات الجنائيه في القانون الالماني زي ما حضرتك قلت فعلا، واعمال يقتضي التناسب اجراء التحفظ زي ما احنا قلنا والتفتيش مع جسامه الجريمه، يعني لازم نحدد له كده ان اجراء التفتيش ذات نفسه والتحفظ والتفتيش مع جسامه الجريمه ومع قوه الشبهه المتوفره في الشخص بارتكاب هذه الجريمه، طبعا اللي هو الشخص المشتبه فيه اللي هو الجاني يعني، على اساس بصفته فاعلا او شريكا في الجريمه يعني. اذا كانت بقى الجريمه تتسم بالبساطه زي ما احنا قلنا وكانت هذه الشبهه ليست قويه فان قاعده التناسب لا تكون متوفره، وده طبيعي طبعا. يبقى المبدا الاساسي مبدا التناسب، هي دي الفكره عندنا في اجابه السؤال ده. ولا يجوز بقى القيام بالاجراء وتتقيد شروط التحقيق بان تكون البيانات الموجوده بالهاتف المحمول تخص التحقيق الذي يجري بالفعل. تمام كده؟ ولا اهميتها في اثبات او نفي وقعه هذا التحقيق، يعني لابد وجود علاقه بين البيانات الموجوده بالهاتف المحمول تخص التحقيق اللي بيجري، اللي هو كقرينه على وجود المتهم على مسرح احداث الجريمه او عدم وجوده على مسرح احداث الجريمه. وهننتقل للسؤال السادس، بيقول تخضع اجراءات التحفظ على الاجهزه الالكترونيه وفحصها في القانون الالماني لمبدا التناسب، عباره صح ولا غلط ولا ليست على اطلاقها؟ والسؤال ده يعني هنسيبه للدكتور احمد. دكتور احمد نجم. ايوه دكتور عمرو مع حضرتك. بيقول تخضع اجراءات التحفظ، ايوه
تخضع اجراءات تحفظ على الاجهزه الالكترونيه وفحصها في القانون الالماني لمبدا التناسب. اتفضل يا فندم. اتفضل دكتور احمد. الاجابه صحيحه طبعا بالنظافه القانون الالماني. ايوه يا فندم حضرتك سامعني؟ سامعك يا فندم اتفضل. سامعني يا دكتور؟ اه يا فندم اتفضل. الو؟ اتفضل. الاجابه صحيحه، الاجابه صحيحه. حيث نص المشرع الالماني يا دكتور عمرو. ايوه يا فندم سامع حضرتك اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم اتفضل سامع حضرتك. بقول لحضرتك الاجابه صحيحه، الاجابه صحيحه. حيث نص المشرع الالماني على وجود تناسب ما بين الجريمه وما بين اجراءات التفتيش يعني. بالظبط كده، يعني هو نفس الاجابه على اساس ان احنا بس غيرنا في صيغه السؤال عشان الناس تعرف برضو ان السؤال ممكن يجي بكذا صيغه زي ما حضرتك شايف كده يا دكتور احمد. تمام؟ ايه دي الفكره؟ ان احنا بس يعني ممكن تفاجئ يعني نفس السؤال بس بصيغه مختلفه زي ما جاء قبل كده يعني في الامتحان بس الصيغه مختلفه، لكن هو نفس السؤال بس الصيغه مختلفه، فانا بحاول اغير في الصيغه عشان الناس تعرف برضو ان هي نفس الاجابه هنقولها في نفس السؤال مع اختلاف الصياغه في السؤال يعني. زي ما قلت كده فعلا برضو ان اجراءات التحفظ على الاجهزه الالكترونيه بتخضع لمبدا التناسب فعلا، وده مبدا دستوري بيسود كافه الاجراءات الجنائيه في القانون الالماني زي ما احنا قلنا، ان القاعده اصوليه موجوده في القانون الالماني او قانون الاجراءات الالماني زي ما احنا قلنا، وان اعماله بيقتضي تناسب اجراء التحفظ نفسه، تحفظ على الشيء محل التحقيق يعني، والتفتيش اللي هو ده الاجراء اللي بيقوم به مامور ضابط الشرطه بمعنى اصح، طبعا بعد اخذ الامر من القضاء زي ما احنا قلنا قبل كده. تمام؟ او في حاله التلبس، ولابد يبقى فيه يتناسب بين جسامه الجريمه ذات نفسها، يعني تبقى جنايه مثلا مش جنحه، مع قوه الشوهه المتوفره في الشخص ذات نفسه بارتكاب الجريمه سواء كان فاعل او شريك. واذا كانت بقى الجريمه بقى بسيطه زي ما احنا قلنا يعني جنحه ما تتفرش بقى الشبهه، ليست شبهه قويه يعني، لان قاعده التناسب هنا ما تكونش متوفره طبعا، لان لابد يكون في جنايه احراز سلاح، اكل، تجار في مخدرات، سرقه بالاكراه، هي يعني معظم انواع الجرائم اللي هي الجنايات في القانون الاجراءات الجنائيه اللي احنا بنتكلم عن المانيا يعني. لان طبعا في جرائم المنظمه وجرائم الارهاب والحاجات دي يعني مش مجالها النهارده ان شاء الله. طيب هنكمل بقى. في عندنا السؤال رقم 7، السؤال رقم 7 وخاص بنص الماده 46 من قانون الاجراءات الجنائيه، اللي بيقول نص الماده 46 من قانون الاجراءات الجنائيه وماده تطبيقها الى تفتيش الهويه في المحموله بيتعارض مع الدستور. السؤال هنسيبه للدكتوره ايمان. دكتوره ايمان حضرتك سامعني؟ طب اكتبه لي انا ده يا دكتور. ايوه دكتور العباره صحيحه. اتفضل يا دكتوره ايمان. لان طيب. الحياه الخاصه حرمه ويجب الا نمس هذه الحرمه، لان بيكون في هذا الهاتف المحمول رسائل بريديه ورسائل خاصه. تمام يا فندم ممتاز جدا. حضرتك فاكر نص الماده كام من الدستور معلش؟ 57. برافو عليك ممتازة جدا، شكرا لك يا دكتورة إيمان. هنشوف بقى الإجابة النموذجية هنا زي ما احنا شايفين فعلا إن نص المادة 57 من الدستور كانت بتنص على للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة ولا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددة زي ما احنا قلنا. تمام؟ اللي هي نص عليها القانون 175 لسنه 2018 زي ما احنا قلنا، وهي مده شهر قابله للتجديد لمره واحده فقط. تمام؟ وقلنا ان النص ده كان محل ايه؟ انتقاد شديد من الدكتور اشرف توفيق شمس الدين. تمام؟ وزي ما احنا عارفين طبعا ان النص ده طبعا كان بيوضح ان الدستور انحاز لحروب الحياه الخاصه زي ما احنا شايفين، واوجب ان يصدر امر قضائي بالاطلاع على وسائل الاتصال او ضبطها او رقابتها، وقلنا برضو كان بيدعم الماده 57 برضو الماده 46 من قانون الاجراءات الجنائيه وماده تطبيقها لتفتيش الهواتف المحموله وغيرها من اجهزه الاتصال التي بحوزه المتهم او الشخص المشتبه به اللي هو الجاني، وده كان بيتعارض مع نص الماده 57 من الدستور زي ما احنا قلنا. نص الماده 46 ده قضي بعدم دستوريته. تمام؟ واللي كانت بتستوجب برضه الاطلاع على الاجهزه او رقابتها او ضبطها وصدور امر قضائي. تمام؟ هننتقل بقى للسؤال الثامن اللي بيقول تفتيش الهاتف المحمول بناء على القبض
في القانون المصري بينال من حرمة الحياة الخاصة للأشخاص، والسؤال هنسيبه للدكتور أحمد نجم. اتفضل دكتور أحمد. لا بدأ طبعا صحيحة. تمام يا فندم، التعليل بقى معلش. لأن طبعا نص للدستور في المادة 57 منه على أن الحياة الخاصة حرمة، ويجب أن تكون مصونة يعني بحكم الدستور، وأن الهاتف المحمول بيحوي على أشياء كثيرة تخص يعني صاحب المحمول، زي العناوين والصور الشخصية والفيديوهات، ودي كلها حاجات دقيقة جدا في حياة الشخص ولا يجب انتهاكها يعني. تمام يا دكتور احمد، ممتاز جدا. هننتقل بقى للاجابه النموذجيه زي ما حضرتك شايف كده، حيث ان الهاتف المحمول طبعا بيجمع انواع مختلفه من المعلومات زي ما احنا قلنا، زي العناوين والملاحظات والوصفات الطبيه. معلش نرجع تاني. تمام، وقلنا طبعا من خلال الهاتف المحمول يقدر ان انا اراقب التحركات، وده بيدينا معلومات هائله عن الشخص ذات نفسه، وان انا اقدر اعرف تفاصيل عن عائلته وانتماءاته السياسيه واهتماماته واعماله المهنيه. طبعا على سبيل برضه ان تفتيش الهاتف المحمول بيبقى تالي للقبض ذات نفسه، وانه بيجب اعمال يجب معامله الهاتف المحمول يعني معاملات ايه تختلف عن الاشياء الماديه زي ما احنا قلنا، مثلا زي السلاح المضبوط بحوزه المتهم او المخدرات او اي اشياء ماديه، او مثلا حافظه النقود او اللي هي اللي بيتكتب فيها النوتس اللي هي بتاعت ارقام التليفونات والحاجات دي طبعا. وانا من شأن برضه الاجازه بقى التفتيش على نحو مطلق ينال من حرمه الحياه الخاصه زي ما انت قلت طبعا، وده بيخالف المواد الدستور وبيجعلها خاويه من المضمون. شكرا دكتور احمد. ننتقل بقى للسؤال التاسع معلش، اللي بيقول بقى يعني هو سؤال مهم جدا طبعا، وبيقول لا يمكن تتبع الاجهزه الرقميه الا من خلال نظام تتبع المواقع الجغرافي العالمي اللي هو الجي بي اس. عباره صح ولا غلط ولا العباره ليست صح اطلاقا؟ ونسيب السؤال للدكتور محمد العاصي. دكتور محمد العاصي، هو العباره خطا يا دكتور عمرو، لان احنا قلنا ينفع تمام. ان احنا نتبع الاجهزه الرقميه من خلال الموقع الجغرافي، زي ما ينفع نتبعها من جهاز الراديو او من عامه الاجهزه الرقميه، تمام انت فاهمني، فعادي فيجوز ان هي ينفع تتبعها من موقع التتبع الجغرافي اللي هو جي بي اس. بالظبط حضرتك كده زي ما انت قلت فعلا بالظبط. في عندنا ثلاث طرق لتتبع الهاتف المحمول زي ما احنا قلنا، او ثلاث وسائل. تمام، الوسيله الاولى طبعا اللي هي تحديد مكان الهاتف المحمول من خلال الاشارات اللي بتصدر من الهاتف المحمول اللي بيرسلها طبعا لشركه الاتصالات اللي هي شركه اللي بتقدم الخدمه، شركه الهاتف المحمول يعني زي فودافون عندنا كده واورانج. تمام، ومن خلال الاشارات دي بيمكن تسجيلها الشركه بتسجلها عندها في السجلات. من خلال السجلات دي انا اقدر اعرف اماكن تردد الشخص والاماكن اللي ارتضها والوقت اللي كان موجود فيه واماكن تواجده بالقرب من مسرح الجريمه او عدم تواجده او في مكان بعيد عن مسرح الجريمه. تمام، وفي الحاله دي يعتبر دليل من دليله الاثبات في الدعوه الجنائيه اللي هي منظوره قدام سلطات التحقيق الابتدائي او امام القضاء يعني. تمام، فعندنا وسيله ثانيه او في نظام ثاني هو نظام تحديد المواقع الجغرافيه اللي هو عن طريق الجي بي اس زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي، هو عباره عن يعني رقائق سيليكون. رقائق السيليكون دي بيبقى لها يعني زي عباره عن يعني بيسموه اللي هو الجهاز متخصص شويه يسهل حمله يعني من خلال الشخص ذات نفسه سواء بارادته او بدون ارادته. يعني ممكن سلطات التحقيق تقوم ب يعني وضع جهاز اللي هو الجهاز الجي بي اس دوت مع جسم الشخص ذات نفسه او غصب عنه. تمام، يعني سواء باراده الشخص ذات نفسه او بالمخالفه لاراده الشخص. تمام، وبناء عليه يمكن تتبع الشخص ومعرفه اماكن تواجده بالقرب مثلا عن طريق الاقمار الصناعيه والاماكن اللي ارتادها وتحديد الوقت والمكان والزمان، وده بيتم من خلال برضه بعض الخرائط اللي يمكن من خلالها معرفه الايه اماكن تردد الشخص على مسرح احداث جريمه معينه او بالبعد عن مسرح احداث الجريمه. تمام، وزي ما احنا قلنا الوسيله الثالثه هو نظام تحليل الهويه بالموجات، ودي طبعا دي وسيله معروفه طبعا زي ما احنا قلنا اللي هي الشرائح
عباره عن رقائق سيليكون وبتبقى على شكل بطاقات كده يمكن لصقها وحملها وتثبيتها في جسم الشخص زي ما احنا قلنا، تمام؟ لكن ما بتحتويش على مصدر للطاقه، ودي الوسيله الثالثه. يبقى عندنا ثلاث وسائل، اللي هو تحديد مكان الهاتف المحمول من خلال الاشارات اللي بتصدر من الهاتف المحمول الى الشركات الايه اللي بتأدي الخدمه، اللي هي شركات المحمول يعني. والوسيله الثانيه تحديد نظام المواقع الجغرافي اللي هو الجي بي اس اللي هو موجود في كل الايه الهواتف الرقميه، تمام؟ سواء كان بقى تليفون رقمي او لوحي او تابلت او كمبيوتر عادي يعني. ممكن تلاقي في برضه بعض الكمبيوترات او العاديه بتحتوي على نظام الجي بي اس، تمام؟ وننتقل بقى للسؤال العاشر بقى، هو نظام تحديد المواقع الجغرافي العالمي يعد دليلا مهما امام سلطات التحقيق وجهه القضاء. هنسيب السؤال دوت للدكتوره امان. اتفضلي دكتوره امان. دكتوره امان حضرتك سامعني؟ طيب الدكتوره امان حضرتك سامعني يا دكتوره امان؟ اي دكتور. اتفضل يا فندم. السؤال بيقول نظام تحديد المواقع الجغرافي اللي هو جي بي اس يعد دليلا مهما امام سلطات التحقيق وجهه القضاء، عباره صح ولا خطا ولا ليس صحيح على الاطلاق؟ عباره صحيحه فعلا، تمام. التعليل بقى معلش. وانا بصراحه مش عارفه التعليل بالظبط. هو نفس التعليل اللي قلناه المره اللي فاتت. هو نفس السؤال بس بصيغه مختلفه. هو بتاع الثلاث حالات؟ لا مش الثلاث حالات، هو قريب منه شويه يعني، تمام؟ يعني مش هنقول هو بالظبط، ولكن هو قريب من نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، على اساس ان هو يمكن تحديد ايه الاماكن اللي ارتادها الشخص طبعا بمعرفه المكان والزمان، وطبعا ده بيبقى دليل مهم امام سلطات التحقيق زي ما احنا قلنا وجهات القضاء ذات نفسها، على اساس ان المواقع الجغرافي دوت عن طريق الاقمار الصناعيه اقدر اعرف تواجد الشخص على مسرح احداث الجريمه او على مقربه منها يعني، وفي الحاله دي تقدر اكد يعني او اثبت او يعتبر قرينه على تواجد المتهم او عدم وجوده على مسرح احداث الجريمه، وده بيعتبر دليل يمكن يعززه ادله اخرى زي اعتراف المتهم او اي دليل اخر من او شهاده مامور الضبط القضائي ايا ما كان النظام المتبع في دوله من الدول. يعني عندنا مثلا نظام النيابه العامه والنظام بتاع مامور الضبط القضائي طبعا بيجوز له ان هو مثلا يتحفظ على هاتف محمول او الشخص نفسه، بناء برضه على سن. كان في عندنا اشكاليه خاصه في القانون 175 سنه 2018 على سن كانت تساوت بين الدليل الالكتروني والدليل المادي الدليل العادي، ودي طبعا اشكاليه محتاجه تعديل قانوني بناء طبعا على التعديلات الدستوريه وتطابق قانون الاجراءات الجنائيه مع الدستور ذات نفسه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان القانون 175 2018 ده كان في شان مكافحه جرائم تقنيه المعلومات، وده قانون خاص يعني كمان بخلاف قانون الاجراءات الجنائيه، تمام؟ وكده نعتبر اجبنا على السؤال يعني بطريقه واضحه، تمام؟ واعتقد كده يبقى احنا النهارده غطينا كل الاسئله، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.